حلقة النهاردة احنا هنعمل ترابيزة فطار محترمة جدا من اندونيسيا. عندنا هنعمل سلطة من الفاصوليا، هنعمل سيخ لحمة، لحم الفراخ برضو بصوص كده غني جدا، هنعمل شوربة طبعا، ولازم يبقى في رز في الموضوع. هنعمل ناسي جورنج اللي هو الرز المقلي الفرايد رايس. اهلا بيكم في حلقة جديدة في مطبخ 101. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. عندنا اكل كتير قوي النهاردة. احنا اكل اندونيسي غني جدا، غني من ناحية غني بالتوابل، غني من التاريخ، وغني بالنكهات اللي فيها. اساس المطبخ الاندونيسي صوص، في عندهم صوص حار اللي هو السامبال، وفي البينات صوص. البينات صوص ده بيتعمل من الفلفل الحامي، جنزبيل، بصل، بشر ليمون. هم بيستخدموا برضو بدل بشر الليمون بيستخدموا عشب الليمون، هنا بشر ليمون. وعندنا تمر هندي، معجون تمر هندي، شويه سكر بني، تمام. هم بيستخدموا سكر النخيل، سكر بني مقرب له في الطعم. وطبعا شويه توم، شويه فول سوداني، لبن جوز الهند، صوص الصويا، وكمان سنه عصير ليمون. طيب احنا بقى نبتدي ان احنا كل الكلام ده بيتعمل ازاي. ان احنا بناخده بيتضرب في الخلاط وشكرا، ده كده ايه الموضوع، تمام. ده بيتحط برضو عليها شويه زيت في الاخر، تمام. بس نحط بقى نحطه فلفل زي ما قد ما انتوا عايزين. لو مش عايزين تحطوا فلفل كتير مش ما تحطوش فلفل كتير. في بقى حاجه انا برضو بحطها النهارده في نوعيه البيتزا الفيش صوص دي، سوري نوعيه البينات صوص، احط فيش صوص. ده بيبقى صوص كده معمول او ميه معموله من اسماك بتخش بطريقه تحضير معينه، يعني من الاخر ما ينفعش يتعمل في البيت. بس ده بيدي، هو قوي جدا، ما بيديش ريحه زفاره السمك، هو بيدي روح السمك، روح البحر، روح السمك من البحر المحوط على اندونيسيا والنهور اللي موجوده فيها، تمام. فاحنا بنحط يا دوب حبه قليلين جدا، تمام. ادي كده الفلفل دخل، ده بصل أورما. هما بيستخدموا البصل الأورما بشكل كبير جدا. البصل الأورما فايدته ايه او فرقه، يعني فرق ايه عن البصل العادي؟ بصل الأورما اللي هو البصل هي صغيرة لسه ما كبرتش يعني، تمام. يعني هو عمره ما بيكبر قوي، بس هو من نوع الفص بتاعه بيبقى صغير. الفص لما بيبقى صغير وهو بيحاول يخزن بيستخدم الطاقة بتاعته اللي هي مخزونة في هيئة سكريات، بيستخدمها ان هو يطلع العشب الاخضر بتاعه. فاحنا لو خطفناه قبل ما هو يستخدم الطاقه دي، لو يستخدم السكريات دي، هنلاقي ان البصل طعمه محلون اكتر من البصل العادي، تمام. نحط بقيه الايه الحاجه بتاعتنا، الحاجه اللي احنا مجهزينها وحطيناها في البولات اللطيفه دي. There we go. فيش صوص ما حطيتش كتير، عصير ليمون، فول سوداني، لبن جوز الهند. الريحه اللي طالعه دلوقتي فظيعه، الريحه اللي طالعه فظيعه. وانا اصلا انا من نقط ضعفي الجنزبيل، انا عندي نقطه ضعف كده مع الجنزبيل. ناخد بس ايه شويه زيت نباتي، شكرا. طبعا هنملح، مش لازم نفلفل عشان احنا حاطين فلفل. خلي بالكوا برضو في انواع من معجون التمر الهندي بيبقى هو فيها بتبقى هي فيها ملح. فلو هتشتروا معجون تمر هندي جاهز يبقوا دقوا حبه صغيرين منه عشان تعرفوا دي بتبقى متزود عليها ملح، متضاف إليها عليها ملح ولا لا، عشان ده هيفرق معاكم في الاخر. هنا مسخن طاسات
عشان نعمل بقية الحاجة. احنا لازم نضربها كويس جدا، يعني ايه لو الكبة نفسها مش مدية مش مكسرة كل حاجة على الاخر خالص، بحطوها في الخلاط. الخلاط القوة قوة الخلط بتاعه اقوى بكتير من الكبة دي، تمام. المهم بعد ما يتضرب كويس جدا نعمل ايه؟ دي ممكن تتحط في التلاجة 3 ايام، فريزر شهر، لكن او ممكن حتى لو هنعمل اي نودلز اي حاجة ممكن ناكلها، ناخد شوية كده ونحطها على اي اكل احنا بناكلها في البيت، طعمه هايل. لكن انا دلوقتي عايز اعمله از ساتيه. ساتيه يعني لحمة مشوية. هنا في عندنا صدور فراخ، تمام، هقطعها مكعبات، تمام، وهتتسيخ، يعني هنحطها على سيخ وبعد كده نشويها على طول على الشوايه اللي هناك، تمام. احنا نطلع مكعبات ازاي؟ نقسمها النص وبعد كده ايه نيجي نطلع مكعبات ويطلع معانا اجزاء كده محترمه يعني، تمام. جميل. فين يا وسام؟ اهو ناخد اللحمه دي، الفراخ دي، واحنا نسيخ، يعني احنا ايه نحط الصوص ده عليها. الصوص ده برضو هستخدمه تاني في الجادو جادو، تمام. ويقعد المنظر ده وبعد كده نقعد نسيخه. هنسيخ مش محتاج فن يعني، تمام، موضوع السياخ دي. بعد كده نشوي. هناك في اندونيسيا هم بيشوا على فحم من خشب، والثمرة جوز الهند، فبيدي طعم برضو، بتزود طعم في الحاجة نفسها. احنا عندنا هنا في مصر في بيتباع الفحم من جوز الهند، لو مش موجود وما عندكوش شواية والآخره مفيش مشكلة خالص، ايه ممكن تحطوه على الشواية اللي هناك دي، تمام، شواية البوتاجازات دي. قعدت بالظبط ساعتين، ممكن ما تقعدش ساعتين، ممكن تقعد نص ساعة، ممكن تقعد 15 دقيقة، لكن كل ما يقعد الطعم نفسه بيخش ويتوغل جوه الايه اللحمه، تمام. انا بقول لحمه، انا قصدي انتوا عارفين بنتكلم في الفراخ. نزل الاخوه، there we go. في ايه مالك؟ هذه اخر واحدة. دي نسيبها كده ايه ونقعد نبص عليها كمان شوية. نيجي للجادو جادو. جادو جادو سلطة معمولة من الفاصوليا، فيها بطاطس وفيها كمان بيض مسلوق، بنستخدم برضو الخس الصيني، بس ده عشان بيتركب فده مش محتاج وقت كتير في التحضير. انا عايز اتكلم في السوتو. السوتو اللي هي شوربة الفراخ بالشعرية. سوتو ايام، يعني ايه شوربة فراخ؟ سوتو ايام، فراخ بالشعرية. هنا عندنا الشعرية برضو هياخد تزيين بالبيض. عندنا البصل وقرمة، كركم، كمون، كزبرة، فلفل، توم متقطع حلقات، متقطع شرايح قصدي، شويه جنزبيل، وطبعا شويه بصل تانين مفرومين. هنبتدي في الاول ان انا هاخد حامل الراس، حامل اساس الطعم دلوقتي، البصل ده، البصل المفروم، جميل، ونحط عليها برضو ايه شويه فراخ لان ده سوتو ايام. برضو قطعوا ده مكعبات. لو حابين ان انتوا تعملوا نفس المكعبات اللي هناك اللي هي بيحصل فيها المارينيشن تحطوها مع دول احلى واحلى، هتزود برضو طعم، تمام، ده اختياري.
بس ايه في السهل بتاعه زي ما احنا شايفين. ده ممكن يتعمل صدور فراخ، ممكن يتعمل من وراك الفراخ، ممكن تسيبه العظم جوه مفيش اي مشكله. المهم ان نفس الايه الخطوات، ان احنا بنبتدي بالبصل ونحط معاها الايه الفراخ. انا عايز احمر الفراخ شويه مش كتير، يبتدي الفراخ تبتدي تستوي، وبعد كده ايه احط الشعريه. هاخد دول تحميص، وبعد كده ايه كل ما دام دول كلهم بدا يتحمص ساعتها احط الايه البهارات اللي عندي. وبعدين في الاخر الحاجات اللي هي ايه بتدي بتطلع النكهه بتاعتها متاخر، زي البصل، البصل فريش، انا عايز البصل حلقات البصل دي تبقى عايمه في وسط الشوربه، والبتاع ده والثوم والجنزبيل، كل دول بعد ما احنا خلاص نخلص مرحله التشويح. تمام، دي مرقه فراخ عادي جدا، مرقه فراخ يعني بتاعتنا. لو حابين ان انتوا تعملوا مرقه فراخ بتاعتكم بس على الطريقه دي، هتاخدوا نفس المكونات دي حطوا عليها ميه ونزلوا فرخه في الميه دي، وبعد كده خدوا الشوربه دي واستخدموها في اللي انتوا عايزينه في اي غرض اندونيسي. تمام، ده لسه قدامه شويه. ناخد بقى الجارو جارو، ناخد ده على جنب، اغسل السكينه عشان انا عايز استخدمها تاني. ده خس صيني، الخس الصيني زي ما انتوا شايفين كده في حته بيضة في النص، نشيلها دي مش محتاجينها. تمام، هعمل كده مع بقيه الورق كده، هاخد كم من الورق واطلع القلب. هل هو لازم يتشال؟ لا مش لازم يتشال، لكن الغرض اللي انا هعمله في وسط سلطه لا انا عايز اشيله، لان الحته دي عشان تبقى اتخن وال المواد الالياف اللي فيها اعلى شويه من الورق نفسه اللي بره ده، ممكن ياخد وقت في الايه ياخد وقت زياده يعني، مش هينجز معايا في سلطه. تمام، لان انا يا دوب هيشم النار معايا شويه. الفاصوليا دي برضو مسلوقه. طيب نبتدي بقى، قلنا الشعريه، ابص بقى على الاخوه اللي هناك دول كمان شويه. جميل، زيت، تعالوا يا باشا، ايوه بقى هو ده. دول بقى نقطعهم شرايح، نمسك الورق ده كله نمسكه كده بدل السكينه اهو. كده بقى ايه ندخل بهارات، كركم، كمون، كزبره، فلفل اسمر حصى، تمام يدوب كمان حبه صغيرين، بشر الليمون، اطفي بعصير الليمون، قلب كله خليهم يتعرفوا على بعض دلوقتي. الريحه اللي طالعه عنيفه قوي، جامده جدا. بعد كده ايه جنزبيل، والشوربه. هنا بقى ايه نرمي البصل، الحلقات، الحلقات دي هتبتدي تفك ويلعب بقى في الشوربه شويه، والثوم اهي تاخد غلوه. بعد كده نسيبها تسبك يعني 15 دقيقه
تمام. بعد كده نطلعها ونقدمها مع الايه شويه بقدونس او كزبره ناشفين سوري فريش مع البيض. تمام. طيب ناخد بقى نخلص بقى موضوع الجاريو. جاريو هنا بقى الطاسه دي هاخد يدوب على طول على الطاسه من غير ما احط حاجه تانية عليها. حط دول خلي دول يعني ياخدوا يشموا النار شويه هينكمشوا على بعض. بعد كده ايه نديهم شويه من البينات صوص اللي احنا حضرناها. تمام. بس تعال نشوف بقى على الساتيه لسه شويه. لو احنا مش هناكل ساتيه على طول برضو دي تتشال تتحط في الفرن على فرن في درجه حراره 160. بس قبل ما ندخلها الفرن هناخد شويه من البينت صوص نحطها على الوش عشان ما ينشفش. يبقى هو لو قاعد في الفرن يبقى حواليه بقى في سائل يقعد يشرب منه عشان اللحمه نفسها ما تنشفش مننا. تمام. طيب تعالى انت كده وانت تعالى هنا. بدأت ايه تنزل شوية. بحب اسمع الاكل وهو بيطبخ المكونات نفسها لازم نسمع لها. احنا بنعتمد على الشم، بنعتمد على الاحساس، بنعتمد على السمع، وبنعتمد على الايه النظر. ما ينفعش اعتمد على النظر بس، ما ينفعش اعتمد على الحس بس، ما ينفعش اعتمد على الصوت بس، لازم كل دول مع بعض. واهم واحده بنعتمد عليها الطعم، الذوق. تمام. طبعا ده مش متاح في رمضان فبنتعكس بقى على الاربعه الباقيين. وغالبا 90% من الاوقات الطبخ اللي بيبقى قبل رمضان بيبقى ربنا موفق فيه وما تقلقوش قوي يعني. تمام. ادي كده الايه الفص الصيني بدا ايه يدبل يدبل كده وطريت. حط الفاصوليا عليها. انا مش هحط ملح ولا فلفل ولا اي حاجه لان الملح والفلفل بتاعي هنا. بطاطس، دي بطاطس مسلوقه نص سلقه متقطعه مكعبات وبعد كده مسلوقه نص سلقه. بينت صوص اهو. بس كده هو مش محتاج اكتر من كده. يا دوب يشم النار شويه حبه صغيرين. جادو جادو اهو. بس طب انا هطلع فاصل. لما نرجع من الفاصل هنشوف الشوربه دي تخلص على ايه. ناخد الساتيه ونشوف ايه اللي هناكله معاها. يعني انا عايز رز يا جماعه. هنعمل طبق رز معتبر وكمان هنعمل طبق الحلو بالموز. اشوفكم كمان شويه. رجعنا من الفاصل. دي المناظر. تشيكن ساتيه. معلش ما كنتش قادر استنى. ادي كده التشيكن ساتيه معمول ببينات صوص، صوص من فول السوداني والجنزبيل بقى وحاجات لطيفه كده. ده للسوتو ايام شوربه فراخ بالشعريه وحاطين عليها البيض المسلوق. وبعد كده عندنا
كمان الجادو جادو اللي هو فاصوليا وبطاطس وقص صيني مع البينات صوص مع برضو شوية بيض مسلوق. بيعتمد هم على الفراخ قوي صراحة. تمام. نبص احنا هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل الطبق الحلو وهنعمل طبق الرز بتاعنا. اول حاجة بقى في الطبق الحلو انا هاخد الموز ده. الموز ده مش مستوي او قدامه يوم يومين كده عقبال ما يستوي. هو ده المطلوب. لان لو استخدمنا الموز اللي هو المستوي لما ينزل الزيت هيتكسر بسرعة. هيتهري. مش هيستحمل. عشان كده هنستخدم دي. هل هيتفرق في الطعم؟ لا. يعني موضوع السوى ده وبتاع يعني رايح دماغكم منكم شوية. تمام. العجينة اللي هنعملها عبارة عن لبن. ممكن تستخدموا لبن جوز الهند بقى لو عايزين تبقوا تزودوا طعم كده من حيث لا تدري. وبعد كده ايه؟ سكر بني. كنت هرمي دي في الزبالة. فانيليا سايلة. روح اللوز. الكمية دي مثلا بتاع معلقتين كتير قوي. انا بالظبط هعمل كالاتي. انا دخلت المعلقة هاخد نقطة واحدة. شايف بقى هنعرف نجيب النقطة. اهو. شكرا. كفاية قوي كده. مش محتاجين اكتر من كده خالص. هو قوي جدا جدا. وانا مش عايزه يبقى ياخد هو الطلعة دي مش للروح اللوز. الطلعة دي للموز مش اللوز. وبرضو عايز الفانيليا برضو تبان يعني. تمام. هضرب الناس دي مع بعض. وهنا الزبدة السايلة. زبدة سايحة. زبدة سايحة مش سخنة. تمام. بعد كده نحط دي واحدة واحدة لغاية ما يعمل عجينة تقيلة. واحدة واحدة بنحط الدقيق. انتوا عارفيني انا بقى انا دايما بحط لو انا بعمل اي حاجة اي عجينة فيها فانيليا فيها سكر فيها الكلام ده انا دايما بحب احط سنة ملح. بحس ان هي بتحسن الطعم. هو الملح في كميات قليلة جدا محسن للطعم فعلا. تمام. بس احنا عايزين قوام كده حاجه ماسكه نفسها. تمام. جميل. نشيل الشباب على جنب ان هم خلاص كده قاموا بالواجب. دي كده ايه احطها هنا لحد ما اجي لما ما هعوز اقلي. لكن انا عايز اعمل دلوقتي الناسي جورنج. ناسي جورنج يعني رز محمر. فرايد رايس. تمام. انا محتاج ايه طبعا عشان اعمل فرايد رايس؟ محتاج طاسه. محتاج دوشه. ادي كده الايه الطاسه دي هبتدي اسخنها عقبال ما انا ايه نتكلم بقى في المكونات. المكونات بتاعت الفرايد رايس خاص صيني. رز بسمتي مطبوخ ابيض عادي جدا. حط عليه مثلا كوبايه عليها كوبايتين ميه. شكرا على كده. شويه بيض مضروبين. بصل اخضر. صويا. سويت تاي سويت تشيلي صوص. ده بيبقى صوص. لو ما عندكوش مش عارفين ده هيبقى طعمه ازاي انا عايزكم تتخيلوا معايا. شويه هريسه وعليها مثلا معلقه هريسه وعليها نص معلقه عسل. هيقرب لكم طعم التاي سويت تشيلي صوص. حاجه مسكره ومشطشطه في نفس الوقت. لطيفه جدا. شويه توم شويه بصل شويه تمر هندي وطبعا جزر والجنزبيل. تمام. ومعانا فلفل. الفلفل دي بقى ايه انا هاخدها بس ايه حلقات كده بالجنب لان هي اللي دي اللي هلون بيه الطبق. تمام. احنا مش حاطين فلفل جوه الحاجات دي وهيبقى فيه اخضر وكل الكلام ده. انا عايز لون احمر وعايز لون احمر يبقى له لازمه. مش كده ايه استخدم الفلفل الاحمر. واحنا عارفين من بينات صوص الحاجات دي هم بيستخدموا الفلفل الاحمر بشكل لطيف. تمام. هو فاهم نقطع دول على زاويه تقريبا ايه 45 درجه
وشكرا وشكرا. دول كده هيبقوا هنا على جنب. الطاسة دي تبتدي تسخن، يبقى احنا نحط زيت. واخد الزيت اللي انا هقلي فيه ابتدي اسخنه. الزيت ده هيتعمل للموز. تمام، تعالى كده. ده بيسخن، ناخد الموز دي واحدة كده ونطلع شكل كده ايه، حلقات بقى الشكل اللي انتوا عايزينه، يعني ممكن يبقى ترانشات، ممكن يبقى زي ناجتس كده اللي تعجبكم. يعني هنا مثلا ايه، خلينا نفس التقطيع اللي هناك على زاوية 45. تمام، لطيف قوي. بس لما يجي وقتها، لما الزيت يسخن نحطها في العجينة وبعد كده ننزل في الزيت السخن على طول. طيب هنا بقى نبتدي بالايه، نبتدي بالجزر الاول، لان دي اكتر حاجة هتاخد وقت، حتى احنا فرمينها رفيع قوي، فرمينها تقريبا ناعم جدا عشان ما ياخدش وقت كتير في التسوية. جميل، لان هي دي الحاجة هتستوي دلوقتي، مفيش مية هتتحط، مفيش مرقة هتتحط، كل حاجة هتبتدي تستوي وقتي. تمام، في نفس ذات الايه الطاسة. لو حابين ممكن تستخدموا طاسة اكبر من كده عشان الكمية، مثلا يعني الكمية اللي انا محضرها دي مثلا هتكفيني، انا هتكفيني مثلا يوم. تمام، ده انا ايه فعلا، خلينا ننقل على واحدة كبيرة. بس انا اقول لكم ليه، انا ما كنتش مطلع دي الاول، ما كنتش مطلعها عشان انا عارف الطاسه ستينلس دي بتحتفظ بالحراره اكتر من دي، دي بتبرد معايا بسرعه. تمام، فانا برشح دايما ان احنا بنستخدم الطاسات دي، مريحه اكتر في الشغل، مريحه اكتر في الشغل بكتير يعني، ونقدر نعتمد عليها بجد يعني. تمام، ادي كده الجزر مستني، جنزبيل، الثوم اهو، والبصل الاخضر. تمام، هنبتدي مرحله بقى الستير فراي السريعه. حط البصل معاه، دول هاخدهم تشويحه كده، وبعد كده ايه، دول يتعرفوا على بعض، يبتدوا يتكلموا. الجنزبيل هنا والله هو ده اللي عامل الشغل. الميكس ده هو ده اساس الطعم، الميكس اللي باين قصادنا ده هو ده اساس للطعم. حط تمر هندي، معجون، برضو يتعرفوا على بعض ويتوزع بشكل لطيف. اديني شويه زيت تانيين. جميل، تعالوا انتوا كده على جنب. كرومب ينزل، مش كرومب، الخس الصيني ينزل، برضو كله يتلف على بعضه. البيض المضروب، اول ما ننزل بالبيض المضروب نلف كده بسرعه ونتحرك بسرعة. ادي كده الصويا دخلت، سويت تاي تشيلي صوص دخل، والرز. لازم نتحرك بسرعة شوية. جميل، كنت مرة شغال في مطعم، كنا بنعمل ستير فراي، الشغل كله كان واك الصيني ده، فكان بوتاجاز يعني سخن جدا، هي شعلة واحدة. الواك مثلا قد ده مرتين، واحنا طول اليوم شغالين وكنا شايفين الناس والناس شايفانا يعني، ونار بقى طالع وكده، ماسكين واك بايد وبرده
حاجه زي مغرات الشوربه كده بس كبيره شويه. كل شويه ده الشغل الاساسي بتاع الستير فراي، تشاينيز ستير فراي، ان انتوا يعني طريقه تشاينيز، ان انتوا كل شويه الوقت ده شغال نار عالي جدا 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 عالي جدا، وبيض وخلطه من الخضروات خاص بقى وبصل وكل الكلام ده، وحركه بسرعه. احنا كنا بنعمل الطلب مثلا كان بيخلص ما يوم ما كان بيتاخر كان بيخلص في دقيقتين ونص، تمام. وكل شويه بقى كان في لعب لطيف كده، كان الشيفس اللي معانا الله يمسيهم بالخير يعني، كان مثلا ايه كل شويه نقول طب ولعها ولعها، يعني ايه كنا بنحط الطاسه نفسها مولعه، الواك نفسه مولع، كنا بنحط عليها شويه خل ويقعد يعمل لنا نار كده لهيب كده نار طالع. وايه كان اللي قاعد بيتفرج علينا بقى من الشارع كان واو، بس الواك ده بس بتفكرني بالايام دي. ايوه there we go very nice. ناسي جورينج Indonesian fried rice، رز محمر في السريع كده اندونيسي، طبق بقى كبير يعني ما فيهاش ايه نتكسفش بقى. هي البيض نفسها ما بتاخدش وقت في التسويه، ان هي البتاع نفسه سخن قوي، فيا دوب احنا بنستخدم البيض ان هو يدي احساس بال حاجه غنيه كده. انا دايما بشرح ان طعم البيض والكاسترد وكل الكلام ده غني، بنحس حاجه كده معتبره، حاجه بتغطي البق كده وتغطي اللسان بتدينا طعم. هو ده اللي ايه الموضوع هناك. برضو موضوع الملح، انا ما زودتش ملح عشان انا عارف ان التمر الهندي اللي انا بستخدمه النهارده مالح شويه، فمع الفرايد رايس مع الفلفل قلت بقى مش لازم نزود في الملح قوي يعني. طيب نيجي بقى لل فرايد بانانز، تمام. بيسانج جورانج، جورانج خلاص اتفقنا ان هي يعني ايه، جورانج يعني مقلي، بيسانج غالبا معناها بنانا، تمام، بنانا اللي هو الموز. طيب زيت سخن، ناخد بقى الحتت الموز وندخلها، انا عايز يا دوب هغطيها، شايفين العجينه لازقه على عليها ازاي، هو ده المطلوب، تبقى عامله زي ايه لقمه القاضي بس جواها موز، تمام. هحضر بس همري شويه كده جوه، كلهم يلعبوا جوه مع بعض. طيب انا هسالكم سؤال، انتوا لاحظتوا حاجه بقى في الاكل اللي احنا عملناها؟ هنلاقي مع بعض شبهات كبيره جدا بينها وبين مطابخ كتيره قوي. يعني موضوع ان اللحمه يتحط على سياخ دي مش بتاعه تركوه ولا بتاعه مصريين ولا بتاعه العرب ولا بتاعه الفرنساويين، بتاعه كل الناس. موضوع لحمه على سيخ دي متهيألي من الف ب الف، يعني لحمه 101، لحمه على سيخ لحمه 101. ان احنا نستخدم مجموعة من التوابل والأعشاب، إن احنا نعمل راس، نعمل أساس للطعم، موجود في كل مطابخ العالم. ورز يعني معظم الدنيا أصلا بياكلوا رز، يبقى الرز ده مش بتاعنا احنا بس، بتاع ناس كتيرة جدا، ناس كتيرة جدا بيعتمدوا على الرز يمكن أكتر من احنا كمصريين. فلازم احنا نوسع الأفق شوية ونشوف هم بياكلوا الرز بتاعهم ازاي. يعني زي ما احنا مثلا اكيد في حد متفرج دلوقتي ويقول ايه ده الرز غريب قوي بيتحط عليه البيض. ممكن واحد اندونيسي باصص عليا بيقول لا احنا ما بنعملهاش كده في البيت. لا الراجل ده ما بيفهمش. زي مثلا لو انا بعمل ملوخيه واحد اجنبي يتفرج ايه ده انا ما اعرفش الملوخيه بتعمل كده، وحد في المطبخ حد في بيت مصري يقول لا احنا ما بناكلهاش كده. حطيت خل على الملوخيه يا وسام. تالي كان رمضان اللي فات حطيت خل على الملوخيه لسبب علمي. خدت مسألة يعني خدت كمية أسئلة لطيفة يعني. سبب العلمي إن الخل بيتخلي بتساعد يعني بتدينك فرصة إن الملوخية ما تفصلش لو نسينا الحرارة يعني، تمام. طيب يعني كده ننزل بقى بالإيه بقية الموز.
اهو بايدي احسن. بس وهي نزلت يعني انتوا شايفين ان انا نزلت كذا واحده ورا بعض، احرك بس الزيت شويه، لان لو الحله نفسها او اللي انتوا بتقلوا فيه مش غويط كفايه هو هينزل ويلزق تحت، فممكن ايه يبوظ لكم الشغل اللي انتوا عاملينه يعني. تمام، مفيش واحده هربانه كده ولا كده. اخر ادي واحده، اخر واحده، تعالى يا استاذ. العجينه دي ممكن تتقلي زي ما هي كده اصلا من غير اي حاجه. تمام، تمام قوي. ما دام احنا بنقلي يبقى احنا نعمل ايه؟ نشوف الحاجه اللي احنا نصفي عليها، صح؟ واللذيذ في الموضوع كمان ان ريحه الموز باين، يعني مع كل الحاجات مع الفانيلا وروح اللوز ريحه الموز باينه. هي دي الوصفه دي، يعني دي كده وصفه موفقه. ليه؟ ان هي في توازن في الموضوع. يعني لو الموز مش باين، طعم الموز مش باين وريحته مش باينه، يبقى انا لازمتها ايه؟ لازمتها ايه؟ لازم كل حاجه اللي بنيجي نطبخ بيها ليها لازمه. تمام، تمام. ادي كده مستر الزيت ده هيتركن على جنب. نفسي اجيب قلاية. بس في حاجات ايه يعني من كتر ما انا متعود ان انا اقلي في طاسة، انا لو مسكت قلاية انا مش عارف اعمل بيها ايه. بس اللي اتعود على حاجة غالبا مش هيغيرها. تمام، نركب الاساتذه مع بعض. تمام، بعد كده ايه شويه سكر بودره. بس ادي كده طبق الحلو كده برضو ايه خلصان. احنا عملنا كمية اكل محترمة قوي النهاردة. عملنا الموز المقلي، عملنا الناسي جورنج، عملنا كمان شوربة السوتو الايام صوتو ايام، عملنا الجادو جادو سلطة الفاصوليا بالبينات صوص، وطبعا عملنا التشيكن ساتاي اللي هو سياخ اللحمه الصدور الفراخ مع صوص برضو من الفول السوداني. اللي عايزكم تركزوا لو انتوا هتطلعوا من الحلقه دي بوصفه واحده بس، هو صوص فول السوداني، هو ده مفتاح المطبخ الاندونيسي. حاجه كده خلصت. ان شاء الله هتعجبكم التشكيل اللي احنا عملناها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.